مصطفى وتيتا وخالة سلمى فقت ما لقيتهم. طلعوا الصبح بكير قبل ما تفيق. خالة سلمى راحت على بيتها وتيتا أخذت مصطفى وراحوا على بيتهم. يلا خد كل هي يا شاطر. طيب وأمي ليش ما أجت لهلا؟ رح تجي. يلا كمل فطورك. بابا تعبان شوي حبيبي عثمان، وهي هلا عنده. كمل فطورك، رح تتأخر على المدرسة. طيب وبابا صار أحسن هلا؟ إيه أحسن، لا تخاف حبيبي. إيلين عملت لزهرة شوربة خضرة، طعميها إياها بس تجوع، وشربيها بعد شوية عصير، بتعرفيها قديش بتحبه. طيب أنتي روحي ولا تاكلي همها. تعي عمر خالتك. خاطرك يا عيوني. أمك رح تروح. هزار بعد شوية بتجي. إيه؟ فيني طعمية جبنة؟ ماشي بس ما تكتري. ماشي. تعي لشوف. يا حياتي أنتي. أهلا وسهلا غصن. أنا جاي أطمن، سمعت باللي صار مع أهلك. عثمان ما بيعرف. أنت من وين عرفت؟ لا تواخذيني، أنا بالصدفة شفت ستك وسلمى خانو مهنني اللي حكولي. يا ريتك خبرتيني، حتى لو ما قدرت ساعد بس على قليلة وقفت معكم. يسلموا غسان، بس أنا ما عدت من العيلة ما هيك؟ لا غسان، بتعرف إنه أنا مو هيك قصدي. ليش واقف على الباب غسان؟ فيني شوف زهرة لو سمحتي؟ طبعا تفضل. كيفكن؟ صحة وهنا؟ بنتي روحي. غسان اقعد مع نفطر. تعي يا حبيبتي لعندي، تعي. صحتين وهنا يا روحوا للبابا. تخيل عيونك ما احلاهن. انا اشتقت لك كتير يا روح بابا، كتير اشتقت لك. ما اشتقتي لي؟ كتير مشتاق لي. كأنك كبران كتير يا حلو. تعي لشوفك قديش كبراني وحاليانة يا روح البابا وعمره. أنا شو زهرة بتعمل طيب. حركات بتخوف بوشها. أنا بروح لعند بابا. بتصير بتخوف؟ يلا خوفيني لشوف. طيب ديروا بالكم على حالكم يا جماعة. أمي رايحة على المحكمة مع خالة سلمى وقالت لي روح لعند بابا على المشفى. معناتها الحمد لله بابا تحسن. ايه تحسن. خلينا نخبر تيتي. أكيد أمي خبرتها. استنى أخي مجد، وصل لي على المدرسة بطريقة. تأمر عثمان أفندي، أنا تحت خدمة حضرتك. غسان أنا بعتذر منك. ماشي أنا كمان رايح على الشغل. تعي حبيبتي تعي. يلا رشي. خلص حبيبتي. خديها. لا يا عمري لا تبكي. خلص. شو يا عمي؟ رح وصلك. تعي نقول لماما باي. يلا. انت رايحة على النقابة؟ ايه. حبيبتي باي باي ماما. ليلا باي لأمك. باي، مع السلامة. مرحبا. مرحبا. منور المكتب. بوجودك حبيبي. اوعك تبعدي عني، اوعك. وعدني انك ما عاد تتركني. انا ما رح اتركك ابدا، انت على طول كنتي بقلبي، وطول ما قلبي عم ينبض بالحياة رح تضلي فيه. بعتذر منكم، ما في لزوم انك تعتذري مني. مرحبا. اهلين. كثير فرحت لانك ما تركت الشغل. ليكي نيفين كمان رجعت وبلشت بالشغل.
ورح نرجع مثل أيام زمان. بس أنا لسه لهلأ ما أخذت قراري. بس يا رزان أنا بلاكي ما فيني لحق على شغل المكتب. ما بعرف، بتدبري حالك. خلينا نرجع مثل أيام زمان، تنتين من أحسن الرفقات. بتشكرك، شكرا كتير نيفي.